أسئلة عن التوقيت، أنا باستطاعتي أرد عن ما يعني نملكه في السلطة التنفيذية. إدارة التشريع لن تأخذ أكثر من 48 إلى 72 ساعة عمل في إعداد صحيفة الطعن، فصحيفة الطعن ستكون مودعة لدى إدارة المحكمة الدستورية يعني قبل نهاية الأسبوع المقبل إن شاء الله بكل تأكيد، إلا في حال وقوع ما يسمى بفورس ماجير ولا يعني. أما عن التوقيت المحكمة الدستورية فهذا لا نملك إحنا كحكومة، مع العلم بأن يعني تم استشارة الدستوريين في هذا الموضوع، يعني هل يوجد مانع من أن نطلب في الطلب استعجال نظر المحكمة في هذا الموضوع؟ وكان الرد كذلك بالإجماع بأن لا يوجد ما يمنع تقديم هذا الطلب ولا يوجد ما يجيز تقديم هذا الطلب، فالأصل في الأمور الإباحة، فلذلك يعني تم تكليف الفتوى بتضمين في المقدمة وفي خاتمة الطلب طلب رئيسي بأن يتم نأمل من الحكومة النظر في هذا الموضوع بشكل سريع لكي نحسم هذا الملف ولكي تجرى الانتخابات يعني فورا بعد صدور الحكم إن شاء الله. لا نية لدى الحكومة للمماطلة أو التسويف أو غير ذلك. آخر سؤال وبعدين آخر سؤال إن شاء الله، تفضل. عادل الخياط، صحيفة كويت نيوز. هل لدى الحكومة النية لدعوة القوى السياسية والبرلمانية للتعاون مع الحكومة في صياغة قانون جديد للانتخابات؟ في إيش؟ هل لدى الحكومة في صياغة شنو؟ في صياغة قانون جديد قوى برلمانية وقوى سياسية، هل لدى الحكومة النية لدعوتهم في صياغة القانون الجديد للانتخابات في حالة أن المحكمة الدستورية أبطلت القانون الحالي؟ وهل سيتم ذلك في ظل التهديدات التي يطلقها بعض النواب من تكتلات بعينها أم لا؟ وشكرا. شكرا. أنا واقف معكم اليوم بعد لقاءات متعددة للجنة الشؤون القانونية التي انصبت في بحث مدى دستورية قانون من عدمه والإجراء المترتبة على اتخاذ القرار الشجاع بالذهاب إلى المحكمة الدستورية في ظل هذه الأجواء، فممكن أرد عليك بالتفاصيل المتعلقة في هذه القضية. أي قضية أخرى أحلف لك بالله أننا لم نقوم بدراستها حتى هذه اللحظة. نعم ستكون استحقاق، معنا ما لا نخفي ذلك، ومنهجنا في الحكومة الشفافية التامة ليس فقط مع الإعلام لكن كذلك مع المجتمع والمواطنين. لا شك بأن سيكون في استحقاق لبحث هذا الموضوع، لكن لم نصل إلى الآن. ويعني دائما يعني الحمد لله الكويت تمتاز دائما بمشاركة أو تعددية الآراء ومشاركة جميع الأطياف في تكوين الآراء من أجل الوصول إلى الرأي الأمثل، فنأمل إن شاء الله أن يكون في مثل هذا التحرك من أجل الوصول إلى مفهوم معين، ولكن يعني هذا يسبق ويصادر حق المحكمة في إبداء رأيها، فليس من الحق ذلك أن نتكلم عن هذا الموضوع قبل أن نسمح للمحكمة إبداء رأيها وتفصيل كذلك الرأي، لأن يعني الفرق ما بين الاستفسار والطعن، الاستفسار يذهب إلى المحكمة بطلب استفسار مادة دستورية فقط، وإنما الطعن يذهب يطعن بقانون بأكمله، فالمحكمة هنا أمامها يا أما أن تؤيد ما ورد في القانون وترد بأن هذا القانون دستوري، أو أن تبطل هذا القانون وتبين أسباب إبطاله، فحينما تبين أسباب إبطاله يتمكن المشرع من سد الثغرات على حسب ما ورد في التسبيب، فهذا ما ممكن يعني أبوح فيه حتى الآن. السؤال الأخير. محمد إبراهيم، سي إن بي سي عربية. معالي الوزير، يعني أجريت عدة انتخابات على الخمس دوائر الحالية، لماذا الطعن في دستورية الخمس دوائر الآن؟ لم يكن في وسع الحكومة الانتظار لمجلس الأمة القادم لتعديل الدوائر أو حتى لتعديل التصويت، نظام التصويت؟
شكرا عزيزي. من اي مؤسسه اعلاميه عفوا؟ CNBC عربيه. اوكي. يعني اهلا ومرحبا فيك بالكويت عزيزي، بس اللي لازم ابين لك اياه يعني من واقع البيان يمكن ما كان واضح، يعني احنا تصدينا لهذا الملف لانه في هذا في في, في الوقت الراهن لا يوجد فعليا سوى الحكومه التي لديها القدره بالطعن امام المحكمه الدستوريه في الوقت الراهن. اذا اخذنا بالفكره التي تقدمت بها حضرتك، هذا يعني يستوجب القول بان 440 الف ناخب لن يقوم احد فيهم بالطعن امام محكمه الطعون الانتخابيه التي هي ذاتها المحكمه الدستوريه في الكويت. المحكمه الدستوريه لها كيان، ولكن محكمه الطعون الانتخابيه وفق القانون هي ذاتها المحكمه الدستوريه. فيستطيع اي ناخب اللجوء لمحكمه الطعون الانتخابيه فور الدعوه للانتخابات او فور التسجيل او فور اجراء انتخابات او فور الاعلان عن انتخابات، لان يعني كل من تم استشارتهم ابلغنا بان يعني في شبهه كبيره جدا وفي امكانيه اكبر من ان تقوم المحكمه في ابطال هذه الانتخابات. وجدنا لزاما علينا كحكومه ان نقوم نحن بحمايه وصون اراده الامه وحمايتها من يعني الفوضى والتذبذب، وان نقوم نحن مبكرا بتحسين هذا القانون، لان لو احنا تركنا المجال لاجراء انتخابات وفق القانون الحالي فمفاد ذلك بان بامكان احد يطعن امام المحكمه الدستوريه بعد اعلان النتائج، وسيصدر حكم بعد الاعلان بشهر او شهرين قد يترتب عليه اجراء انتخابات جديده. فمعنات ذلك بان راح يكون اجرينا بالكويت 3 انتخابات، اثنينهم بسبب ابطال من المحكمه الدستوريه خلال اقل من 12 شهر. ونحن كحكومه لا نستطيع ان نكون بارين بقسمنا امام الله وامام سمو الامير بالحفاظ على الدستور وقوانين الدوله ومصالح الشعب وامواله، ومن غير ما ان نتصدى لمثل هذه القضيه. فلذلك يعني قدمنا هذا الطعن الان، ومع العلم بان سناخذ على عاتقنا الانتقاد ويعني من يتهمنا بسوء النيه وخلاف ذلك، ولكن ان شاء الله الايام امامنا ستثبت ان شاء الله يعني صدق النوايا وحسن الترتيبات ان شاء الله. انا قبل لا انتهي ودي بس ان اؤكد على ثلاث دوافع رئيسيه، والبيان سيوزع عليكم بعد شوي اساس يكون تحت نظركم، لكن هذه ثلاث دوافع يعني اقدر ان استمزجتها من اراء الاخوه الوزراء اليوم في مجلس الوزراء. الدافع الاول لقيامنا بمثل هذا العمل هو استكمالا لما صرحنا به منذ يوم 20/6/2012 وصدور الحكم الشهير، هو ان الحكومه عاقدة العزم وجادة في أن تتبع جميع الإجراءات الدستورية التي يمكن أن تخرجنا من الغموض والفوضى السياسية التي نعيش فيها. فهذا الدافع الأول، وهذا واجبنا أن نقوم بهذا الأمر. الدافع الثاني هو أن الحكومة أمام مسؤوليات دستورية بل ومسؤوليات وطنية، كونها هي الوحيدة التي تملك المكنة والصفة الفعلية في هذا الوقت من أجل تحسين القانون. لا يوجد جهة أخرى حالياً في البلد تستطيع القيام بمثل هذا العمل. فمن واجبنا الوطني والدستوري تحسين العملية الانتخابية لكي لا يتم مصادرة الإرادة الشعبية في حال اتباع هذا العمل وأن يأتي طعن بعد ذلك. والدافع الثالث هو أن الحكومة جادة بأن تبين لحضراتكم وللشعب من خلال حضراتكم
كل الإجراءات التي اتخذناها وسنتخذها. اعلموا بأننا لن نخفي عنكم شيئا.